الأولى هذه في سونتر. في إطار ذكرى الاحتفال بالذكرى 70 لانطلاق الثورة المجيدة، اليوم أنا متواجدين في بلدية حاسيلة بحل، وين عطينا إشارة انطلاق لأربع مخازن نتاع الحبوب. هذه تعتبر تكملة لثمان مخازن أخرى اللي كنا عطينا انطلاق نتاعها في مناسبات أخرى. إذا وبالتالي نكون كملنا الآن يعني البرنامج نتاع 11 مخزن على مستوى هذه الولاية. هذا المخازن تم إسناد تاعها لمقاولات يعني ذات مستوى، وبالتالي راح يكون الإتمام نتاعها إن شاء الله يعني مع نهاية شهر أبريل، باش على الأقل نستغلوها في مايو جوان يوم عملية الحصاد.